كل باباك صافي مرافق رياضيه. اقسم لكم بالله يا اهل الدار البيضاء وانا ابن الدار البيضاء على العيون حنقى من الدار البيضاء لا في المباني ولا في الشوارع. المغاربه اتصلوا جاء نصر عظيم حققته الدبلوماسيه المغربيه ومع الشعب المغربي الا وهو الاعتراف الكامل بالسياده المغربيه. المهم ان شاء الله سيكون عيد وطني يحتفى به في المغرب، ستكون هناك مجازات. السلام عليكم، معكم الفنان والمنشط دهني مصطفى. جيت اليوم من مدينة المحمدية كنشارك خوتي في هذا العرس الكبير هذا على تطبيق أمريكا الصحراء المغربية، وحنا ناشطين وفرحانين بملكنا الغالي ملكنا العزيز على قلوبنا محمد السادس نصره الله. نحن جنود مجندون وراء ملكنا الغالي، شعارنا دائما الله الوطن الملك. الأمنية ديالي غنمشي إن شاء الله لهاد ما يطير هذا فعلا، غنمشي عليه للقرقارات إن شاء الله، غنمشي عليه للقرقارات. العبقري المرحوم رحمة الله عليه الحسن الثاني غتمشي للقرقارات فين غدير الإسكار وغتمشي ديالي إن شاء الله. غنبقى غادي المغرب كله زوين، غنبقى غادي من المدينة للمدينة حتى نوصل للقرقارات إن شاء الله. كاين وقف هنا، أول واحد مغربي دخل الحدود ديال القرقارات كفائل جماوي، باقي البوليساريو الله يجرع عليهم القوات المسلحه العسكريه. من شبك الناس الانسان المناسب في المكان المناسب. المغربيه المقيمه بالخارج الوقفه الثالثه درناها في مناشي ها اليوم كان السي صالح اللي هو مناضل اللي كيضحي بالسياره هو كيسمعنا ومجموعه ديال الاخوان. وما ننساش المغاربه اتصلوا